نعم، إذن نحن مباشرة إلى رائد الخضر وهو كبير استراتيجية الأسواق في إيكويتي جروب، نقرأ معه ما يدور في العالم. رائد، أسعد الله أوقاتك و أهلا. طيب الله يسلمك. الدولار والأسواق، يعني العلاقة القائمة. الدولار كما تلحظ رائد وتتابع يعني يشهد ارتفاعات أمام سلة من العملات في الوقت الذي تتراجع فيه الأسواق، هذا يدل على أن الأسواق يعني تسعر الجو العام بشكل أكثر تشاؤم وشهية المخاطرة أيضا تقل. إلى أي مدى سيستمر هذا الوضع وتراجع المستثمرين عن التداولات بشكل جيد في الأسواق، وفي المقابل الدولار يستمر في الارتفاع أمام سلة من العملات؟ طيب، يعني إذا بدنا نحلل الوضع الذي كانت عليه الأسواق قبل يوم الجمعة وقبل أن يكون لدينا حديث جيروم باول بجاكسون هول، كانت الأسواق تقيم أنه الأداء الاقتصاد الأمريكي جيد وأن الاقتصاد الأمريكي قادر على أنه يبدأ نوعا ما بتشديد السياسة النقدية، ولكن حتى اللحظات الأخيرة حتى صدرت مجموعة من البيانات التي أظهرت أنه الاقتصاد الأمريكي عليه ألا يتسرع في تشديد السياسة النقدية بشكل كبير جدا، أو هو لا يحتاج أن يشدد السياسة النقدية، خصوصا لما بدأت بيانات التضخم تظهر بعض التفاعل والتراجع. حقيقة قيام الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل بوتيرة سريعة وبكميات كبيرة، هذا يخنق النمو الاقتصادي، هذا يضغط بشكل كبير جدا على أداء الأسواق وعلى أسواق الأسهم على وجه التحديد، فهذا يضع مزيد من الضغوط على الفيدرالي الأمريكي. ما تحدث به جيروم باول واضح جدا، لديهم النية أن يقوموا بمكافحة التضخم المرتفع حتى يعود إلى المستهدفات عند 2%، يعني من 8.5% حاليا إلى 2%. أعتقد هذا سيتطلب الإبقاء على سياسة تشددية للأسواق على الأقل حتى مطلع عام 2024، أي أن هناك رفع لأسعار الفائدة احتماليتها ب 75 نقطة أساس هي الأكبر حاليا بمقابل 50 نقطة أساس، ذلك فجر الدولار الأمريكي بالاتجاه الصاعد، رأينا قوة مبالغ فيها للدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه وعملية جني أرباح سريعة في أسواق الأسهم وتخارج من أسواق الأسهم رأيناها بشكل سريع جدا، لأنه بدأ تقييمات في الأسواق أن مزيد من رفعات أسعار الفائدة ستؤثر سلبا، وخصوصا أن جيروم باول صرح وقال أن الفترة المقبلة ستكون مؤلمة للشركات ومؤلمة أيضا أعتقد للأسر، وهذا نتيجة أنه راح يكون في عنا سحب من السيولة، رفع في تكاليف الأقراض، وبالتالي ممكن يكون في عنا ضغط كبير على العوائل التي تقبل على شراء منازل، وكذلك الأمر على الشركات التي تقبل على الاقتراض للتوسع في إنتاجها. نعم رائد، بالنسبة لأكيد الذهب يعني وكل النساء تتطلع لشراء الذهب، هل معقول أنه وصلنا للقاع بالنسبة لأسعار الذهب في هذه الأثناء خاصة مع قوة الدولار ونحن نقترب على نهاية هذا الشهر وتوقع تسجيل خسائر للذهب بحدود 2%، كيف تتوقع تكون المسار بالنسبة لهذا المعدن النفيس؟ يعني أعتقد الذهب خلال الفترة الماضية تمتع ب يعني نمو أو ارتفاعه كان مدريت أو كان نوعا ما تدريجي، استقراره وبقاؤه عند مستويات ما بين 1700 حتى 1900 ومماطلته بين هذه المستويات طوال هذا العام أعتقد هي دليل قوي على أنه هناك كميات شراء كبيرة، هناك طلب كبير على هذا المعدن. الضغط الذي شهده الذهب مؤخرا هو بنتيجة قوة الدولار الأمريكي، ولكن نحن نعلم تماما أنه الذهب يتأخر في التفاعل مع الآفاق السلبية في الاقتصاد، أي بمعنى آخر لم يحدث بعد أن ينضغط النمو بنتيجة تشديد السياسة النقدية التي يستهدف فيها تخفيض التضخم، لم يحدث بعد الركود الاقتصادي بنتيجة أسعار فائدة أعلى، لم يحدث هذا الأمر حتى الآن فعليا أو بالأرقام، بالتالي الذهب يتأخر نوعا ما في ترجمة هذا الحدث. ما أن نبدأ
بالحديث عن عملية ريسيشن وركود اقتصادي سنجد الذهب يرتفع وسريعا جدا نتيجة القلق من القطاعات الاستثمارية والتوجه نحو الذهب كملاذ آمن، وفي نفس الوقت لأنه إذا دخلنا بركود فذلك سيعني أنه رح يبدأ الدولار الأمريكي بالتراجع تسعيرا لعملية تقليص مستقبلية في الأسعار الفائدة. جيد. رائد، فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، المستجدات الاحتياطي الفيدرالي التي ظهرت وانتظار بيانات الوظائف المقبلة ربما هي المشهد الذي تنتظره الأسواق. ماذا عن القارة العجوز في ظل تراجعات لليورو؟ ما هي الأحداث التي من الممكن أيضا أن تغير في المشهد؟ يعني أعتقد المنطقة الأوروبية تحت ضغط كبير جدا في الفترة الحالية. أولا نحن عندنا مقبلين على فصل الشتاء، ثانيا ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع التكاليف، ثالثا عندي نزيف للأموال عم بيكون من المنطقة الأوروبية ومن الأسواق الأوروبية نحو أسواق ذات عائد مرتفع وهي الأسواق الأمريكية، وعلى وجه التحديد السندات الأمريكية التي توفر عوائد أعلى من السندات مقارنة بالسندات الألمانية على سبيل المثال، فبالتالي ذلك يضغط بشكل أكبر في الوقت الذي يعني هذا ليس يعتبر سياسة تشددية، هم لا يزالوا في سياسة تحفيزية وبشكل كبير جدا، ولكن مزيد من رفع أسعار الفائدة سيؤثر على النمو بشكل كبير جدا في الفترة القادم، خصوصا أنه لا يزال مستوى أسعار الطاقة مرتفع نسبيا بالنسبة للمنطقة الأوروبية ويؤثر على النمو الاقتصادي داخل المنطقة الأوروبية، وهذا يضغط كثيرا. فبالتالي عندي قوة في الدولار الأمريكي وضعف نسبي في اليورو نتيجة أنه عدم إمكانية المركزي الأوروبي على تشديد سياسة نقدية بشكل أكبر في الفترة القادمة، وإن حدث ذلك سوف يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، بالتالي ذلك يرشح مزيد من التراجعات على زوج الدولار الأمريكي يورو. ممكن اليورو يتراجع أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات تصل إلى 100 نقطة دون التكافؤ، دون الباريتي، وممكن أن نزور حتى مستويات أدنى من ذلك، لكن على أقل تقدير 100 نقطة مضمونة للهبوط. نعم، رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.